بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صدق الله العلي العظيم. سبب انحراف الإنسان عن الجادة الصحيحة هو أحد أمرين. الأمر الأول الشبهات، والأمر الثاني الشهوات. أما الشبهات فمعناها أن الإنسان بسبب قيام بعض ما يتصوره دليلا وهو ليس بدليل، وإنما صورة دليل يشبه الدليل. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. إذا الباطل كان واضحا لا أحد يتبعه، ولكن يصور الباطل بصورة الحق، ولذلك ينخدع بعض الناس، والبعض يخدعون البعض الآخر عبر ذلك. إذا تراجعون القرآن الكريم وتلاحظون كلمات فرعون، تشوفون كلمات فرعون في الظاهر لها شبه بكلمات موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. فكلمات أهل الباطل عادة يحاولون أن يضفوا عليها صورة الحق وجمال الحق. أنت عندما تذهب إلى السوق وتشتري بضاعة، هذه بضاعة صناعتها صناعة سيئة، ولكن لماذا يخدع الإنسان؟ لأن ظاهر هذا الجهاز الذي يشتريه هو ظاهر الجهاز الحقيقي، وقد يكون مكتوب عليه صنع في كذا كذبا. وإذا الظاهر كان يختلف عن ظاهر ذلك الجهاز الحقيقي، هو أحد ما كان ينخدع. فلذلك هؤلاء أولئك يحاولون أن يصوروا هذا الجهاز بصورة الجهاز الأصلي،
وهكذا في الأمور المعنوية. الشبهات هي أول طريق لانحراف الإنسان، ونحن وجدنا كثيرا من الناس هؤلاء انحرفوا لا بقصدهم الانحراف، وإنما بسبب أنهم خدعوا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من وصاياه يقول: لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، فإن من طلب الحق فأخطأه ليس كمن طلب الباطل فأصابه. معاوية كان يطلب الباطل، يعلم أنه باطل، ولكن يطلب الباطل فوصل إلى الباطل الذي يريده عبر الشيطنة أو النكراء. حسب الحديث الشريف النكراء شبيهة بالعقل وليست بعقل، لكن الخوارج بالأساس ما كانوا يطلبون الباطل، كانوا يطلبون الحق، ولكن أخطأوا هذا الحق. لماذا أخطأوا هذا الحق؟ للشبهة، حدثت شبهة في أذهانهم. الآية الكريمة أن الحكم لله، تصوروا أن الحكم في هذه الآية بمعنى الإمارة، مع أن الآية الحكم لله يعني التشريع لله، التحليل والتحريم لله، إن الحكم إلا لله، مو معنى الأمير يعني الله لازم يكون هو الأمير، كلا، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل نظام الاجتماعي للناس بحيث أنهم يحتاجون إلى أمير، لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، لأن الأمير الفاجر أهون من الفوضى، يعني إذا مكان ماكو حكومة صير فوضى فيعم الظلم في كل مكان، في حين أن الأمير الفاجر أقلا يفجر في جانب ويضبط الأمن في جانب آخر، فيكون دوران الأمر بين السيء والأسوأ. لا يمكن للبشر أن يعيشوا بدون أمير، فهذا طلب الحق هذا الخارجي، لكن أخطأ الحق، ولذلك يقول عليه السلام: لا تقاتلوهم من بعدي. ليش؟ لأن بعد أمير المؤمنين كان الخوارج يقاتلون النظام الأموي، فإذا أنت تريد تكون تقاتل الخوارج لازم تكون تحت ظل النظام الأموي، باطل بباطل، فأنت المفروض أنه لا تدافع عن هذا ولا تدافع عن ذاك. زين، لماذا حدثت هذه الشبهات؟ السبب في حدوث الشبهات ضعف العلم أو عدم العلم. الإنسان الجاهل هذا لا يميز بين الحق والباطل، فيتصور الباطل حقا، لكن الإنسان الذي له علم وله خبرة هذا لا يخدع. لذلك هذا اللي مثلا أفرضه في المثال الجهاز اللي ذكرناه، الشخص اللي خبير في الأجهزة بس ما يشوف جهاز يقول هذا جهاز أصلي أو جهاز مزور. ليش؟ لأنه خبير. الخبير يعني شنو؟ يعني العالم بدقائق الأمور، نقول إلى خبرة يعني يعلم دقائق الأمور. منو ينخدع؟ الذي ليست له هذه الخبرة. الإنسان الجاهل هذا الإنسان ينخدع، أما إذا الإنسان كان عالما، وليس مقصودنا من العالم يعني يكون طالب علم، لا، المقصود من العالم يعني الشخص الذي يعرف معالم الدين، هذا الإنسان احتمال انخداعه يكون أقل. فلذلك في هذا العصر وكذلك في العصور الماضية
أصحاب المذاهب والآراء الباطلة دائما كانوا يثيرون الشبهات. عندنا في حديث غريب أنه بعد واقعة كربلاء وبعد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام صاح إبليس صيحة أو صاح الشيطان صيحة فجمع ذريته أعوانه أفتتخذونه وذريته أولياء جمعهم وقال إنه باستشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فتح باب هداية كبيرة على الناس فإحنا لازم نحاول أنه نخرب هذا الباب نخربه ونغلق هذا باب الهداية أو لا أقل نصرف بعض الناس عن التوجه إلى هذا الباب. وقال له شنو نسوي؟ قال الطريقة تفرقوا بين الناس وألقوا عليهم الشبهات. لذلك من الشبهات اللي كانت في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام بحيث أن الأئمة اضطروا أن يلعنوا أصحاب هذه الشبهات ويتبرؤون منهم هو أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لم يقتل وإنما رفعه الله. بهذا القياس الباطل أن الحسين أفضل أم عيسى؟ والحسين عليه الصلاة والسلام أفضل. فإذا الله سبحانه وتعالى رفع عيسى إلى السماء وأنقذه من القتل فبطريق أولى يرفع الأفضل اللي هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى السماء وأن لا يقتل. فخلاص هذه كربلاء وكذا كلها أكاذيب. في اللحظة الأخيرة الله رفع الحسين عليه الصلاة والسلام وكان مجموعة من هؤلاء وهم من الغلاة كانوا يحكمون في بعض مناطق جنوب العراق فغزوا غزوة افتتحوا مجموعة من المدن منها كربلاء ودخلوا في حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وكسروا الصندوق. قالوا هذا كذب ماكو هنا قبر الإمام الحسين بالسماء يعني مو فقط الوهابيين ذولهم كذلك. طبعا ذول انقرضوا لأن الأئمة ومن بعدهم العلماء حاربوهم محاربة شديدة محاربة علمية مقصودنا وببيان سخافة هذا الأمر وأن الله سبحانه وتعالى أفعال فيها حكمة مو المفروض كل فعل يفعل في كل مرة. فلذلك ذولا قاموا يثيرون الشبهات حول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من ذاك اليوم من يوم استشهاده وإلى يومنا هذا. مختلف الأنواع لأنه كل إنسان قد يكون يتأثر بشبهة. فلذلك إذا طرحت آلاف وعشرات الألوف ومئات الألوف من الشبهات يمكن كل شبهة تؤثر في بعض الناس لأن الناس نقاط ضعفهم مختلفة. أحد الإخوة اللي عنده خبرة بالمواقع في الإنترنت يقول أحصينا الشبهات التي تطرح ضد التشيع فبلغت أكثر من 300,000 شبهة في كل شيء. فأنت حتى لا تكون ضحية. ليش؟ لأنه ذاك الشخص أو تلك الجهة اللي لا يعجبها عقيدتك ولا يعجبها أسلوبك هذه الجهة تخطط وتعمل وتمتلك المال ووسائل الإعلام والقدرة السياسية والقدرة العسكرية فلها مقومات التأثير. أنت إذا ما تحصن نفسك ما تحصن أولادك ما تحصن مجتمعك تلك الوسائل تؤثر. وطبعا الآن الوسائل متطورة جدا الأساليب النفسية متطورة مو مثل السابق بطريقة فنية يشتغلون. قبل فترة قبل سنتين
أحد الإخوة جاء بتقرير وإحصاء عن قناة تلفزيونية يملكها بعض أمراء آل سعود في لندن، وهي من أكثر القنوات مشاهدة على الإطلاق في العالم العربي. هذه القناة طبعا بيها كم قناة، 4 5 6 ما أدري إيش قد، للكبار والأطفال والصغار. أحصى إحصائية، هذه الإحصائية غريبة جدا كانت، يعني أسبوع واحد راقبوا برامجها فاستخرجوا هذه الإحصائية. الأفلام أو المسلسلات التي تعرض، كم مرة فيها شرب الخمر أسبوع الواحد؟ كذا ألف مرة. كم مرة فيها العلاقات المحرمة؟ كذا ألف مرة. كم مرة فيها كذا؟ كذا ألف مرة. فهذا الشخص الذي يشاهد هذه القنوات يقصف فكرة باستمرار، لأنه القبيح بتكراره يزول قبحة. أنت إذا شفت فشيء قبيح، بعد رؤيتك لهذا الشيء القبيح تستنكره، لكن إذا مرة ثانية شفته وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة يصير عادي، يزول قبحه من وجهك من فكرك. فأنت اللي تعتقد بقباحة شرب الخمر، إذا بالأسبوع 1000 مرة شفت شوي شوي يصير عادي، وخاصة أنه أبطال الأفلام والمسلسلات يصورون بطريقة يتخذهم الناس قدوة وأسوة. فبناء على ذلك وكذا وكذا إحصائية مفصلة، وحتى أفلام الكارتون، لا تتصور أفلام كارتون لملء وقت فراغ الأطفال. إحدى شركات إنتاج بعض هذه الأفلام الكارتونية، قرأت تقريرا هذا قبل كم سنة، طبعا الآن يمكن خلال السنوات تطور أكثر، 70 خبير علم النفس، علم نفس الأطفال، يعني هذا الفيلم اللي تشوفه قطة وفأرة وكذا وفلان، هذا غير الجانب التقني والتكنولوجي اللي فيه، 70 خبير نفسي وراه. وهؤلاء خبراء النفس يجون أفكارهم ثقافتهم يملؤوها بس بشكل غير مباشر، لأن الإعلام المباشر تأثيره أقل، الإعلام غير المباشر تأثيره أكثر. فطفلك يشاهد هذه البرامج وأنت هم مرتاح أنه على كل حال السماء تيأذي بالبيئة وما يخرب ومرتاحين من شره، ولا تعلم أن هذا فكرة يقولب بقالب خاص في لا شعور ولا وعي، يصير الثقافة غير الإسلامية أو المضادة لثقافة الإسلام. مرة أحد الإخوة نقل لي، يقول كان في أمريكا هناك شركات تنتج أهم الأفلام العالمية التي غزت القنوات والفضائيات في منطقة أو قرية تسمى هوليوود، هذه مقر هذه الشركات هناك. يقول هناك كنا، هي قرية طبعا يعني أو منطقة، يقول علمنا بوجود شركة، هذه الشركة تابعة للكنيسة. طبعا هو أمر اختياري، لكن هم بالنتيجة يردون يروجون لثقافتهم. يقول عادة الأفلام والمسلسلات التي تصنع هناك السيناريو المكتوب يعرض على هذه الشركة، وشركة بطريقة فنية تملأ هذه الأفلام بالرموز المسيحية من الصليب والكنيسة وما إلى ذلك. يمكن بعض الأحيان شايفين مثلا بطل الفيلم يريد يختلي في مكان، يختلي في صالة كنيسة، أو إذا مثلا رأى كذا ينقش صليب على صدره وعلى وجهه، أو أنه معلق صليب في عنقه، أو أنه لقطت الفيلم في مكان اللي خلفه ترى كنيسة وهكذا. يعني أنت دا تشوف فيلم، وفيلم يمكن موضوعه في شيء آخر،
لكن بشكل غير مباشر ترويج للمسيحية. على كل حال، فلذلك الآن في هذا الزمان الشبهات بطريق مباشر وغير مباشر، وسائل التقنية الحديثة أيضا سهلت هذا الأمر، كما أنها سهلت التبليغ كذلك سهلت الإفساد. ففي هذا الوقت إذا الإنسان لا يحصن نفسه بالعلم وبالتقوى في هذا الوقت يصير ضحية. طبيعي، الإنسان موجود قابل للتأثر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا واحد ما التفت، أرى بعض الإخوة كانوا يسكنون في الغرب عندهم مشكلة كبيرة بالنسبة إلى أولادهم، يقول أن أولادنا يتأثرون بالأجواء هنا. أنا قلت له المشكلة مو فقط أنتوا، هنا المشكلة أيضا. هسه إذا مو في وسط المجتمع غير المسلم، لكن عبر التلفاز وعبر الإنترنت وعبر الكذا، كله جاي هنا. التحصين بالعلم من مقوماته كثرة الحضور في المجالس. واحد لا يحصر المجالس في شهر محرم، وإنما في طول السنة لازم تكون المجالس. المجالس البيتية، كثير من الناس في بيوته في بيوتهم توجد مجالس، ما أدري يمكن تعبرون عنها بالعادة يمكن هالشكل. زين، هذه المجالس ضروري أن تكون في كل بيت. ليش؟ لأنه أولاد الإنسان صغار كذا يحضرون في هذا المجلس في كل أسبوع، يسمع هذا الكلام حتى لو كلام مكرر. بعض الأحيان يقولون الكلام مكرر، حتى لو مكرر أنت صلاتك مكررة، الطعام اللي تاكله مكرر، لأن الإنسان بحاجة إلى شحن مستمر. في الجانب المادي يحتاج إلى طعام مستمر، في الجانب المعنوي يحتاج إلى علم مستمر حتى لو تكرار به. ذكر الله سبحانه وتعالى، أنت تقول مثلا بعض الروايات 1000 مرة قل لا إله إلا الله، 1000 مرة قول سبحان الله، تسبيح الزهراء سلام الله عليه كل يوم بعد الصلاة كرره، فهذا كله تكرار، بس هذا طعام معنوي يركز في ذهن الإنسان هذه المفردات. حالة اللاوعي واللاشعور اللي تتحكم في تصرفات الإنسان، هذه بهذه أنواع من التكرار تكون موجودة. بعدين أطفال الصغار يسمع هذا الكلام مرة مرتين 3 مرات. الآن أحد الإخوة نقل أنه في السعودية مثلا المجتمع الشيعي أكثر التزاما وتدينا من سائر الطوائف. شنو السبب؟ من الأسباب هاي المجالس، هذا هو من طفل صغير يحضر في هذه المجالس، وذاك إذا بالسنة مرة يحضر خطبة الجمعة، وذيج خطبة الجمعة هم ورقة جاية من وزارة ما أدري كذا، كلمات كثير من الأحيان لا مفهوم لها، وإنما الغرض منها تأييد السلطات مثلا. فهذا بالنسبة إلى الشبهات. المجالس، مطالعة، الإنسان يخصص قسم من وقته في المطالعة. ما شاء الله الآن الكتب كثيرة، والمشكلة أن نسبة المطالعة عندنا قليلة جدا، مع أن الكتب كثيرة ولله الحمد، بس نسبة المطالعة قليلة. أحد يخصص قسم من وقت للمطالعة ويعلم أولاده على المطالعة، لكل امرئ من دهره ما تعود. الإنسان إذا عود نفسه على شيء يتعود عليه. إذا طفلك الصغير تعوده، كتب موجودة مناسبة أيضا من حيث المادة ومن حيث المواضيع، الأعمار المختلفة تكتب، تعلم على المطالعة ولو عن طريق التشويق والجائزة والحث، شوي شوي يتعلم. هذا بالنسبة إلى الشبهات. الشيء الثاني الشهوات. الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء عبث، كل شيء جعله لصالح الإنسان، جعل لكم ما في الأرض جميعا. لكن المشكلة إنما تكون في الإفراط والتفريط. الإنسان عنده شهوة الطعام،
ولأنه إذا لا يأكل الطعام يموت. لكن إذا أفرط بالتخمة مثلا وهذا بضرر الآن من المشاكل السمنة الموجودة وهي ضرر على الإنسان، ولا أصل شهوة الطعام وهذه نعمة للإنسان، لكن الإفراط فيها يسبب الضرر. لذلك في تلك الآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس. من المزين؟ بعض المفسرين يقولون الله سبحانه وتعالى، الله زين للإنسان حب النساء وحب البنين وحب الأموال. ليش؟ لأن الإنسان إذا لم يكن يحب هذه الأمور نسل الإنسان كان ينقطع، العمل كان ينقطع. لكن إذا واحد أخرج، وقبل إذا واحد والله سبحانه وتعالى بيّن الإطار الصحيح للاستفادة، لكن إذا الإنسان حرف زيادة أو نقيصة يصير المشكلة هنا. زين، إذا الإنسان حاجته الجسدية أو النفسية لم تلبى، إذا واحد حاجته النفسية والجسدية لبيت بالطريقة المشروعة، بعد ما يفكر بالطريقة غير المشروعة. يعني غالب اللي يسرقون شنو سبب السرقة بالأساس؟ سبب السرقة بالأساس الحاجة، يمكن بعدين يصير عادة، لكن السبب الأصلي الحاجة. لذلك يقولون أنه قرأت تقرير أنه في اليابان أأمن شعب في العالم، لأن نسبة السرقة منخفضة جدا. ليش؟ يعتقدون بالله مثلا، يعتقدون بالرسول، وازع ديني عندهم؟ لا، ماكو حاجة، لأنه الراتب اللي يستلمه أكثر من حاجته والبقية يخليه بالحساب. حتى الزبال، قبل أيام قرأت تقرير، الزبال يعني هذا اللي يكنس الشوارع وكذا، يستلم راتب بالسنة 100,000 دولار مثلا، خليش يروح يسرق إلا أن يكون مريض مثلا. فإذا لبيت الحاجة الإنسان ما يروح وراء، خلاف الطبيعة، لأن المعاصي هي خلاف طبيعة الإنسان بالأساس. لكن إذا لم تلبى الحاجة بالطريقة الصحيحة، هنا يجي الوازع الديني، فليستعفف الذين لا يجدون، كذا في الآية الشريفة، فليستعفف. وازع ديني أكو، لكن كل الناس عندهم وازع ديني؟ لا، كثير من الناس ليس لهم وازع ديني. فلذلك النظام المتكامل الإسلامي الذي ذكره القرآن وطبقه الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام، هذا النظام إذا خرج عن مجتمعنا تصير المشكلة، لأن ليس كل الناس كأبي ذر وسلمان. فلذلك إحنا علينا أن نطبق النظام الإسلامي. النظام الإسلامي مو فقط واجبات ومحرمات، هذا فت خطأ في أذهان المتدينين أو كثير منهم موجود يتصورون النظام الإسلامي فقط واجبات ومحرمات. يعني إذا واحد صلى وصام وحج وترك مثلا كذا وكذا من المحرمات فهو متدين. صحيح هو متدين، لكن النظام الإسلامي هذا جزء منه. آيات الأحكام في القرآن كما يقال 500 آية، والقرآن أكثر من 6,000 آية. يعني الأحكام في القرآن أقل من العشر، يعني 1 من 12 جزء من القرآن هو حول الأحكام. بقية الآيات شنو؟ حول العقائد، حول النظام الاجتماعي، حول النظام السياسي وما إلى ذلك. فالإسلام وحدة متكاملة. واحد يستغرب مثلا يسأل يقول أكو حكم إذا تريد تدخل المسجد فأدخل المسجد برجلك اليمنى قدمها، وإذا تخرج أخرج من المسجد وقدم رجلك اليسرى، إذا تروح للمرافق الصحية بالعكس مثلا. شنو هذا يعني؟ جواب أن الإسلام يريد يربطك به في كل شيء، كل حياتك تكون مربوطة. صحيح مو واجب، ما مصعب عليك، يمكن بعض الأمور صعبة مو مشكلة، لكن مستحب، تريد تحصل ثواب التزم به. يريد يربطك
به في كل شيء. ولذلك الإنسان قبل أن تنعقد نطفته، الإسلام عنده نظام، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، إلى ما بعد وفاته عندما يوضع في القبر أكو تلقين، وبعد ما وضع في القبر ودفن هم أكو حكم. ليش؟ حتى الإنسان يكون مربوط بالنظام الأمثل والأكمل. صحيح مو واجب غالبة، لكن إذا أنت ما تعمل بالمستحب خو تفقد نفع ذلك المستحب. المستحب بنفع، مو فقط نفع أخروي، نفع دنيوي أيضا. المكروه لماذا صار مكروه؟ لماذا صارت في حزازة؟ لأن في ضرر، هسه مو ضرر بالغ كبير بحيث أنه يحرم، لكن في ضرر، فإذا ارتكبت المكروه تتضرر. لذلك إحنا علينا في كل جانب، في النظام الأسري، في نظام الزواج. الآن نظام الزواج اللي موجود في المجتمعات المتدينة ليس هو النظام الإسلامي. النظام الإسلامي هو نظام زواج أمير المؤمنين من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التسهيل والتبسيط والتسريع. الآن التعقيد في كل شيء، ولما يصير التعقيد تصير مشكلة صعوبة الزواج وما يستتبع ذلك من مشاكل. فبناء على ذلك المشكلة الثانية الشهوات. الشهوات الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان لأن بقاء الإنسان متوقف عليها، لكن ضمن الإطار الصحيح. المطر عندما ينزل هذه نعمة، لكن إذا ما خليت سدود شنو يصير؟ يصير سيل. تسمع في بعض المدن دائما أكو سيل في بعض الدول، وفي بعض الدول الأخرى ماكو سيل. ليش؟ لأنه أنت هذا الماء نعمة، بس إذا تعدى حده يصير نقمة. فلذلك علينا أولا تحصين أنفسنا وأهلنا وأولادنا بالعلم حتى الشبهات لا تأثر، والشيء الثاني أن نحصن أنفسنا ومن يلوذ بنا ومن يتعلق بنا عبر تطبيق النظام الاجتماعي الأسري الإسلامي في حياتنا في كل مفردة من المفردات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول أمير المؤمنين فليتأسى متأس بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صعبة ونحشره يوم القيامة أعمى. هسه نقول ما يخالف أنت بالدنيا عندك مشاكل، إن شاء الله بالآخرة تروح بالجنة. لا، ونحشره يوم القيامة أعمى، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فلذلك إذا طبقنا هذين الأمرين يكون نحصن أنفسنا ونحصن أولادنا وذريتنا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يقضي حوائجنا وأن يستجيب أدعيتنا وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها